يحمل رصيدا كبيرا من التجارب في التعليم والصحافة والأدب والفكر والسياسة والتاريخ، وهو أيضا محاور بارع. حاور الكثير من العلماء والأدباء والشعراء والمثقفين والمفكرين والساسة الذين كان يجتهد للمجيء بهم إلى المنطقة إقبال رئاسته لنادي أبها الأدبي، ليستفيد أبناؤها من هؤلاء الأعلام ومن تجاربهم في مختلف تخصصاتهم. أنتم اليوم أمام قامة لها أثرها الواضح في هذه المنطقة. باسمكم جميعا ترحب شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب إدارة ومعلمين وطلابا لهذا الضيف الكبير الذي تجشم عنا الحضور ليلتقي بكم. مرحبا وأهلا بضيفنا العزيز الأستاذ محمد عبد الله الحميد. قبل أن يتفضل الضيف الكريم إلى المسرح وقبل بدء الحوار معه نستمع إلى هذا التقرير. ولد محمد بن عبد الله الحميد في قرية سبل إحدى قرى بني مالك عسير،
وذلك في شهر شوال من العام 1354، ونشأ في بيت من أشهر البيوت العلمية في عسير. تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في مدينة أبها، وتخرج من المرحلة الثانوية في العام 1372 هجرية، وحصل على المركز الأول على مستوى المملكة في وقتها. في العام 1374 حصل على دورة تعليمية تربوية بالجامعة الأمريكية في لبنان، كما حصل في العام 1397 على دورة إدارية من معهد أراك في القاهرة. تولى الضيف العديد من المناصب على النحو التالي: عمل ملازما بإمارة منطقة عسير بعد تخرجه من المرحلة الثانوية عام 1372 هجرية، ثم عمل كاتبا ومترجما حتى عام 1374 هجرية. التحق بعدها في سلك التعليم، حيث عمل معلما فمراقبا فوكيلا فمدير مدرسة، ثم عمل مفتشا إداريا مركزية ومديرا للتفتيش الفني والإداري، ثم عين مدير تعليم مساعد بعسير. عمل رئيسا لنادي أبها الرياضي عام 1384، انتقل بعدها مفتشا إداريا بصحة عسير، ثم مديرا للتفتيش الإداري والفني ومديرا للشؤون الإدارية بين عامي 1385 و1397 هجرية. عمل مستشارا لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير، ومشرفا على أعمال المجلس الإداري بين عامي 1397 و1412 هجرية. أصبح عضوا في مجلس الشورى في دورته الأولى من عام 1413 إلى 1417 هجري. تم انتخابه رئيسا لنادي أبها الأدبي عام 1399 هجرية من جمعية عمومية، وبحضور لجنة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، حتى عام 1427 بعد 28 عاما من العطاء الثقافي والإداري. كان الأستاذ محمد عبد الله الحميد عضوا في العديد من المؤسسات واللجان، منها عضو مؤسس وأمين سر نادي عسير الرياضي بين عامي 1368-1372 هجرية، عضو لجنة تحرير الرقيق بأمر من الملك فيصل عام 1384 هجرية، عضو مؤسس لمؤسسة عسير للصحافة والنشر، عضو مؤسس لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، عضو مؤسس للجنة التنشيط السياحي بين عامي 1400-1425 هجرية، أمين عام جائزة أبها للثقافة منذ تأسيسها، عضو مؤسس لجنة الأهالي بعسير ونائب لرئيسها، عضو مؤسسة الفكر العربي، عضو رابطة الأدب الحديث، عضو رابطة الأدب الإسلامي، عضو لجنة جائزة الأمير خالد السديري، عضو مؤسسة الأمير عبد الرحمن السديري، عضو مؤسس مجلس قرية المفتاحة المسمى مركز الملك فهد الثقافي بأبها، عضو مؤسس منطقة عسير لدورتين 1422 وحتى الآن. في الجانب الإعلامي، عمل مراسلا لصحيفة البلاد منذ عام 1371، وكان من رواد الكتابة في الصحف والدوريات في مجال القصة والنقد والموضوعات العامة. لا يزال ضيفنا الأديب حتى هذه اللحظة يمارس كتابته الصحفية من خلال عموده الأسبوعي من كل يوم أحد في صحيفة الوطن السعودية بعنوان من وحي الوطن. للضيف العديد من المؤلفات، منها مجموعة قصصية بعنوان شهادة للبيع، الرد على افتراءات الصليبي عن تاريخ عسير، أديب من عسير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنني في سعيد الدفء لتكوني ونحمد الله تعالى أن قيض لنا هذه الدولة الرشيدة التي هيأت لنا نصر إلى هذا المسجد. لقد ذكرتموني أبنائي الأعزاء في هذا اللقاء المبارك بصفة حينما شعرت بالعمل فيه منذ مدة طويلة، وقضيت فيه حوالي 15 عاما ما بين معلم ومراقب في مدرسة فيصلية، ثاني مدرسة مفتش ثم مدير للمدرسة ثم مفتشا مركزيا بإدارة التعليم. إدارة التعليم وقتها كانت تشرفت ابتداء النجران إلى آخر ولاية بلقرة، ولم تكن الإمكانيات بهذا المستوى، كان عدد المدارس محدودا وكانت المعاناة شاقة، لأننا كانت الطرق غير يعني متوفرة في المنطقة، وكنا أحيانا نركب الجمال والحمير لنصل إلى المدارس ونفتش عليها ونستعبرها وكان الله رب العالمين، لأن النية كانت سليمة والهدف كان شريفا. فذكرتموني بأجيال وأجيال عاصرتهم وتخرج منهم التدريب والطابق والمهندس وكل الكفاءات التي ترونها في تعمر دوائر الحكومة والمرافق، ونحمد الله تعالى أن وصلنا إلى هذا المستوى فيه. كما تحدثت في المقدمة لا أزيد على ما ورد فيها، جئتكم اليوم بدعوة كريمة من أخواني أساتذتكم في هذا البحث الكريم لأشاهد وجوهكم الطيبة وأحييكم وأشد على أزركم وأتمنى لكم الحل بحول الله تعالى المستقبل السعيد في حياتكم المستقبلية، وأن تجدوا وتجتنبوا حتى تحققوا النجاح إن شاء الله تعالى وتكونوا رجال المستقبل الذي يحمل هم الوطن ورفعته ورقي الأمام إن شاء الله. شكرا لكم. أشكرك على حضورك الرائع الذي نتمنى أن يستفيد أبنائكم من خبراتكم.
ذلك جوانب كثيرة من حياتكم حققتم فيها النجاح، وأبناؤكم يرغبون من الاستفادة من تجربتكم في السعي إلى الإبداع ثم النجاح، فهل حدثتموهم عن ذلك؟ نعم أبي. ووفقني في كل المراحل التي مرت فيها حياتي بالصبر والمثابرة والعمل الجاد والاستقامة الاستقامة في أموركم والتقيد في أوامر ديننا الحنيف والابتعاد عن مواطن الشبهة وعن مسايرة الأشرار، فهذه الأسباب ستنسلكم إن شاء الله إلى مدارج الفلاح والنجاح. حدثونا عن أثر والدكم عليكم، وهل ضمنتم ذلك في كتابكم عن عنوان قديم مناسي؟ هذا كتاب هو أدب عسير حقيقة، مجموعة قصائد ألقاها أمام الملوك والأمراء الكرام على سعود حينما يزور المنطقة، وله قصائد أخرى ضمناها أدب العسير على إذن وفاته رحمة الله عليه، لكن الكتاب الأشهر هو كتاب مؤلفه الدكتور صالح الغامدي، جمع كل ما قيل فيه وما ألفه كان كنت أنا ابنه الوحيد، وكان حريصا على أبلغ المستويات الرفيعة في التعليم، لكن في تلك المراحل لما عام 72 للهجرة ما كان لدينا إلا المدرسة يجتز دراستها كما ورد في العرض، حصلت على المركز الأول على مصر المملكة، كان لي طموح حقيقة أن أذهب إلى مكة المكرمة لأن كانت هناك مدرسة تحضير البعثات، وكانت مدرسة تهيئ الشباب للدراسة في الخارج، لم يكن لدينا جامعة ولم يكن لدينا، فكان طلب يوصلون إلى مصر، ولكن كنت الوحيد للوالد رحمة الله عليه، وكان بحاجة إلى أن أكون بجانبه. في تجربتكم مع الصحابة كيف كان في البداية؟ وهل ترون أن بإمكان أي طالب يعشق الصحابة أن يجد الدعم الكافي للوصول إلى تحقيق موهبته ونمو تعلم الصحابة؟ بالنسبة للوقت الحاضر الحمد لله، يعني بإمكان من يبحث هذا المبحث أن يصل إلى ما يتمناه، لأن الإمكانيات متوفرة، والدعم موجود، والصحف كما ترى أكثر من صحيفة، لكن في أيامنا السابقة لم يكن لدينا صحيفة اسمها صحيفة البلاد السعودية،
صحيفة البلاد السعودية هي منتسبة الآن إلى صحيفة البلاد، وكانت أولى محاولاتي فيها أن أرسل رسائل من أبها وأسميها رسالة أبها، نقل فيها بعض الأشياء. أقول فيها بعض الأخبار عن المنطقة وما يستجد فيها، ثم تطورت يعني تطورت روحي إلى أن أكتب قصة الجزيرة، فكتبت في قصة الجزيرة. وطلب من كل عضو مؤسس لكن
30,000 ريال. تبع منها القص بداية خصوصا على مستقبل في عمارات وربع سبلانين ديوان التي بطلب ترخيص جديدة وصلوا من السوق الملكي للموافقة على بناء مؤسسة تأسيس للصحافة والنشر. شكرا لكم. والواقع أن في جعبتنا الكثير من الأسئلة ولدى الأستاذ محمد الكثير من المحاضرات والتجارب التي كنا نتمنى أن نستمع إليها لولا أن لنا وقتا محددا. فأسعدنا كثيرا هذا الحضور الجميل والمميز وهذا اللقاء الشيق الذي كنا نتمنى أن يطول أكثر وأن نستمع منكم أكثر. تقبلوا خالصكم وتقديم سائرين الله لكم التوفيق والسداد والحضور الشكر والامتنان. وأدعو مدير مكتب التعليم الدكتور فارس الأسمري والأستاذ ناصر سيف مدير الشؤون التعليمية للتفضل لتكريم الضيف. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة مغامرة كبيرة أن يكون معنا في هذا اليوم في هذا المكان رجل يعتبر قامة كبيرة في منطقة عسير وفي المملكة العربية السعودية، رجل مخضرم، رجل عالم وأديب وإعلامي وناقد، وكان وجوده معنا في هذا اليوم شرف كبير لنا ولأبنائنا الطلاب، فأقدم الشكر الجزيل له وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يكتب له الأجر والعافية وأن يمده بالعفو والصحة والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه المسيرة العطرة، مسيرة في العلم والتعليم، مسيرة في الأدب والنقد، مسيرة في المجال السياسي من قدم الكثير والكثير لهذه المنطقة وللمملكة العربية السعودية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة. سعدنا كل السعادة بما سمعنا من رحلة عطرة لرجل مخضرم، رجل كبير له اسم بارز في المنطقة وفي وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، شارك في كثير من القرارات الإدارية والسياسية في المملكة العربية السعودية وفي منطقة عسير بشكل عام. نتمنى من أبنائنا الطلاب أن يستفيدوا من هذه الرحلة الكبيرة التي قادها الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد في حياته حتى أسس كثيرا من العلوم وكثيرا من المناصب التي تولاها وكان له أثر كبير. سعدنا كل السعادة ونقدم الشكر الجزيل لزملائنا في شركة مواهب للتعليم والتدريب على إتاحة هذه الفرصة وأن نلتقي بالعلامة وبالأديب وبالعالم الشيخ محمد في هذا اللقاء. وأتمنى من أبناء الطلاب أن نكون استفدنا من هذه السيرة، لأن الحياة لا تأتي إلا بصعوبة، وأن بعد التعب سيكون النجاح، وأن بعد هذه المسيرة الكبيرة أصبح على الشيخ اسما بارزا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون له الفردوس الأعلى في الجنة بما قدم ولا زال يقدم حتى هذا الوقت. مجيئته إلى هذه المكان وهذا المسرح دليل على أنه لا زال يقدم ويعطي لأبنائنا الطلاب. فأنا سعيد بالسعادة أن أكون برفقة الشيخ في هذا اليوم وبرفقة زملائي في شركة مواهب وزملائنا في هذه المدارس وبين أبنائنا الطلاب الذي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نجد من أمثال الشيخ محمد الكثير والكثير من هؤلاء الأبناء الذين يكون لهم بصمة كبيرة في هذا الوطن وهذه المنطقة. سائلين الله سبحانه وتعالى للشيخ الصحة والعافية وأن يطيل الله في عمره على رضاه وطاعته وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة بما قدم ويقدم رسالة خير إن شاء الله سبحانه وتعالى. أيضا أشكر الزملاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذا البلد أمنه وأمانه واستقراره وأن ينصر في المدن المواصلة المرابطين على الحدود وأن يمن علينا بالخير والعافية والأمن والأمان في هذا البلد. وما ذكر الشيخ في الأفكار الضالة والإرهاب إنه عبث لهذا البلد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون
الاعمار الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. شكرا للدكتور فايز والاستاذ ناصر محمد سيدي. اصحاب السعاده ضيوفنا الكرام ابنائنا الطلاب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما اجمل ان نستفيد من عطره لرجل له مع الحياه مواقف وتجارب، وما اجمل ان نستفيد من ادبه وعلمه وفكره وتجاربه في الحياه لنهتدي بها ونقتدي بسيرته الحسنه ونواجه بها اسباب الفجر وتحديات العصر والحياه. انه ضيفنا العزيز سعاده الاستاذ محمد بن عبد الله الحميدي عضو مجلس الشورى ورئيس النادي الادبي بابها السابقه. مسيرته الحسنه ونتائجه الادبيه وعطاؤه لله محدود في اجهزه دوله مختلفه يشعر بها الزمان والمكان. وكان ولا يزال كالغيث نافعا وكالنخيل عطاء بلا حدود. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيه خير الجزاء وان يجعل ذلك في مواسم الحسنات. ونحن في شركه مواهب التربيه والتعليم والتدريب باسم مديرها العام الاستاذ محمد بن علي الزهراني باسم كل فرد في هذه الشركه نشكره على تفضله بتلبيه الدعوه وعلى تحمل المشقه. ونحن العالمون بفضله المستنيرون بعلمه وادبه العاجزون عن شكره وتقديره. شكر الله له وجعل ذلك في مواسم حسناته. كما نشكر سعاده مدير عام التعليم سعادة مدير مكتب التعليم جابها الدكتور فايز بن محمد الأسمري على تفضله بكل معنى في هذا اللقاء. ونشكر ايها الاعزاء الذين شرفونا بالحضور. ووصيتي لابنائنا الطلاب ان يستفيدوا من هذه السيره العطره. فهذا المنتقى موجه لهم والفائده المرجوه باذن الله تعالى هي لهم يستنيروا بها ليبتدوا بهذه الشخصيه المبدأ